ارخص واحلى اقلام عين ملونه من براند فوريفر 52. انا جايبه 3 الوان. اول لون الرويال بلو، وده السواتش بتاعه خطير وبيجمنت، واللي عامله بيه اللوك اللي فوق ده. تاني واحد موف رقم 508، ده السواتش بتاعه برضو تحفه، وهو اللي عامله بيه اللوك اللي هنتفرج عليه النهارده. والاخير الباكجينج بتاعه مختلف شويه لان هو فيه جديتر درجه ديب جرين، وده السواتش بتاعه خطير بجد، الوان بجد بيجمنت وحلوه جدا، وكمان ثابته ما بتتحركش من مكانها، يعني هيفضل في عينك طول اليوم. قررت اني اختار اللون الموف عشان اللوك ده، وزعته على خط الرموش اللي تحت، وحاولت اعمل بيه وينج صغير كده. بعد كده هاخد الباليت دي من كالر بوب، واخد درجه الموف دي وهدمجها مع الكحل كويس بحيث انها تعمل سموكي افكت شويه. بعد كده هحط درجه شمر خفيفه فوق العين، وده الشكل النهائي، سامبل وسهل وكمان مختلف.